مثله على الاختباء في الغابة. البونغو حيوان نادر وخجول، لكن عند تعرضه للخطر يصبح شرسا. ولمعلوماتكم أن الحيوان السري ليست له خطوط على جسمه. ظبي الداكر ذو الظهر الأصفر لا يملك خطوطا، بل خلق الله تعالى له بقعة صفراء على ظهره تنتصب عند شعوره بالخوف. اسمه هذا يعني الغواصة باللغة الإفريقية، لأنه عند شعوره بالتهديد يغوص بحثا عن مهرب، لكنه ليس حيواننا السري، لأن حيواننا السري لا يملك خطوطا أو بقعا. فكما قلنا إن حيواننا يتميز بجسم غريب الشكل.